فيديو النهاردة بإذن الله هنستكمل سلسلة فيديوهات Cardiovascular System MCQ، وهنتكلم النهاردة عن Normal ECG. طبعا موضوع النهاردة موضوع مهم جدا، علشان كده أنا جبت مجموعة من أسئلة النورمال ECG هنتناقش فيها إن شاء الله كل اختيار صح أو غلط ليه. Concerning Eindhoven Triangle، Eindhoven لو تفتكر اتكلم عن تلاتة leads، تلاتة bipolar leads، كل lead بيمثل المسافة بين اتنين الكترود وبيسجل الفولتج ديفرنس ما بين نقطتين. ليد 1، ليد 1 ميجرز ليفت ارم ماينس رايت ارم. الطالب اللي مذاكر كويس يقول لي غلط، العكس هو الصح. الرايت ارم بتتحرك منها الامبلس بالعرض الى الليفت ارم في المثلث، يبقى دي اول نقطة غلط. ليد 2، طبعا ليد 2 دي بتمسك رايت ارم ماينس ليفت فوت، الامبلس بتتحرك داونورد اند فورورد، يبقى دي المفروض ار اي رايت ارم، يبقى بي غلط. ليد 2 ميجرز رايت ارم ماينس رايت فوت، ما تستعجلش هتقول لي غلط، لان الرايت فوت اهميته بحط الالكترودز عنده للتوصيل الارضي ايرسينج، عاوز اسرب الكهرباء الزياده من جهاز رسم القلب للارض، مش عايز يبقى فيه حمل كهربي زياده. ليد 3 طبعا دي ماسكه ليفت وليفت، ليفت ارم ماينس ليفت فوت، هي دي الإجابة الصح، لأن الدايركشن بيبقى داونورد اند فورورد. السؤال التاني، السؤال التاني ده ليه علاقة بالتركيب. لما جينا قلنا لكم في العملي عايز تتأكد ان الرسمات موجودة صح او وصلاتك صح، قلت لي طب ازاي؟ قلت لك لازم الفولتج اوف الار، ارتفاع الار من البيز لاين الى القمة، بنعد عدد المربعات وبنضرب في الفولتج بتاع كل سمول سكوير اللي هو 1/10 ملي فولت. فارتفاع الار في ليد 2 يساوي مجموع ارتفاع الار في ليد 1 + 3، يبقى هي بي، لان اينتهوفن اللي اكتشف رسم القلب كان راجل شغال هندسة طبية، وهم اللي بيفهموا في الوصلات، واقدر اقولك ان الرسمة مرسومة صح ولا غلط. طيب السؤال التالت، في 4، قبل ما اجي اكمل عايز افكر معاك، في ده اختصار اول حرف من كلمة ايه؟ تقول لي يوني بولر. طبعا الفي يعني فولتج، اتفقوا في العالم كله اول ما تلاقي في كابيتال اي سي جي تقول ده يوني بولر. يعني ايه يوني بولر؟ عايز اقيس فرق الجهد بين نقطتين، نقطة هسجل عندها بس النقطة التانية في مواجهة الزيرو. قلت لي يعني ايه نقطة زيرو؟ مفيش نقطة في جسمنا الكهرباء عندها صفر، مفيش، تبقى نقطة ميتة. عشان كده اينتهوفن خلى الالكترود في المكان الاخر هو تجميعة اسلاك من ثلاث نقط في دايرة مغلقة. قانون كيرشوف، سكند كيرشوف لو للدوائر الكهربية المغلقة، طالما الكهرباء بتمشي في دايرة مغلقة اللي كان نيجاتيف يبقى بوزيتيف، واللي كان بولارايزد بوزيتيف وصلت له الكهرباء بقى دي بولارايزد، وهكذا كل نقطة هتلاقي نيجاتيف زائد بوزيتيف يكنسلوا بعض لغاية لما تجمع التلات نقط في دايرة مغلقة يساوي زيرو. طالب قال لي زي ايه؟ قلت له مثلا الفولتج في الرايت ار في ار رايح الى الليفت ار، يبقى في ار ماينس
في ال، خلي بالك من الكلام ده، ده مهم جدا، او ار اي ماينس ال اي. طب ال اي ماينس، طب بعد كده ال اي هتبقى بوزيتيف ماينس ال اف، فتلاقي ايه ال اي بقت نيجاتيف زائد بوزيتيف هيكنسلوا يلغوا بعض. تمام. طب انا عندي دلوقتي ال في اف او ال ال اف الليفت فوت، تمام، كانت نيجاتيف ترجع تبقى بوزيتيف ماينس الار اي، ما دي دايره مغلقه، دايره المغلقه دي هتلاقي في النهايه هنجمع الحاجه بوزيتيف ونيجاتيف يلغوا بعض يبقى زيرو. بس اينتهوفن قال اني انا عشان اعمل الكلام ده في الواقع لازم اوصل الثلاث نقط بمقاومه عاليه جدا 5000 اوم قبل ما توصل للكومن تيرمينال او المشترك. وجود هاي ريزيستنس هو ده اللي هيخلي الكهرباء زيرو تماما، مش مجرد كلام ماثيماتيكال على ورق. طب دي الفكره. وقال انا عايز اسجل 6 رسومات لرسم القلب من خلال تشست ليدز وحط 6 وصلات. قبل ما اجاوب على هذا السؤال انا عايز افكرك، اينتهوفن في الست وصلات كان عارف ان الاكسس اوف ذا هارت دايركتد داونورد اند تو ذا ليفت، بيتحرك لتحت وناحيه الشمال، عشان كده حط 5 وصلات شمال وصله واحده يمين، يعني من اول في 2 الى في 6 كلهم اون ذا ليفت سايد. تقول يا دكتور ابتديت استنتج طريقه التفكير، انت بتقول في 4 معنى الكلام ان دي اكيد ليفت، فهلغي A and B، مش موجودين في احتمالاتي، حذف اجابتين. طب نيجي ل C و D، يا ترى في C ايه بقى؟ انا عندي الليفت انتركوستال سبيس ده فيه 3 ليدز، في 4 وفي 5 وفي 6، ده مهم جدا. الفي 4 وده سؤالنا هنلاقيه في الميد كلافيكولار لاين، انسايد ميد كلافيكولار لاين. طيب عندنا في ميد اكزيلري وعندنا في انتيريور اكزيلري لاين، نخلي بالنا من الكلام ده بعد كده. طب يا دكتور فورس رايت انتركوستال سبيس ده مين؟ ده في 1. وانا جايب لك سؤال في النورمال اي سي جي، كل ليد من دول المفروض هيعمل ديتكشن لانهي جزء من الفنتريكل. طيب السؤال اللي بعده، changes in the wall of right ventricle are detected by examining. طيب انا هقول لك الاجابه الصح وهنقول الباقي غلط ليه. عايز تشوف الرايت فنتريكل كويس، اقرب حاجه في 1 وفي 2 على طول. طب 3 و4 كان السبتم، 5 و6 يشوف لي الليفت فنتريكل تشينجز كويس. ده الدكتور القلب الشاطر. انا شاكك ان العيان ده عنده مشكله ناحيه الرايت فنتريكل، خلاص يبقى انا اشوف الرسم المعبر ده مهم قوي. طب دكتور ليد 3 و اي في اف غلط ليه؟ هقول لك ان الانفيريور سيرفيس اوف ذا ليفت فنتريكل، الجزء الخلفي من الليفت فنتريكل بيواجهوا اي في اف والبوزيتيف بولز اوف ليد 2 و 3. يعني معنى الكلام ده دي ملهاش علاقه بالرايت فنتريكل، دي بتشوف للسطح الخلفي من الليفت فنتريكل. طيب يجي طالب يقول لي طيب ليد 1 و اي في ال ما اخترتهاش ليه؟ هقول له برضو الليفت فنتريكل. بس الطالب الاكثر دقه يحدد لي مين من الليفت فنتريكل انهي سطح يواجه ليد 1 و اي في ال، هو الانترو لاترال سيرفيس، الجزء الامامي بس ناحيه الجنب
من الليفت فنتركل. هو ده الكلام المهم. السؤال اللي بعده: changes in lateral wall of left ventricle are detected by examining. هتقول لي V5 and V6، لان V3 تشوف السبتم، 3 و4، 1 و2 ده بيشوف الرايت فنتركل. طب يا دكتور ليد 2 وايه VF؟ هو ليه حضرتك قلت انها غلط ان ده بيشوف الانفيريور سيرفيس؟ خلي بالك من الكلام، انا حددت لك في راس السؤال لاترال وول، الجزء الجانبي. طيب السؤال بعده: اوجمنتد ليم بليد. قبل ما نيجي نقرا الاختيارات عايز اعرفك ان الاوجمنتد هو اللي بيسجل الرسمه مكبره. عارفين ان رسم القلب بيتسجل على ورق جراف، ورق مربعات، بس الورق ده ليه مقياس رسم زي الكراسة اللي كنا بنجيبها في المكتبة زمان. انت عايز الرسمة تطلع مكبرة. طب مكبرة كام في المية زيادة عن الطبيعي؟ 50% زيادة. خلي بالك انا بعتبر الطبيعي 100%، زي بالظبط لما تيجي تكتب على وورد بيبقى الوورد قدامك 100%. طب انا عايز ازود الزوم شوية على سيمبل او حرف مش باين، فاحنا هنزود الزوم 50% بلس. عشان كده في الكتب يقولك 150%. فالطلبة تفتكر ان احنا كبرنا الرسمة مرة ونص الطبيعي. لا، انت كبرتها 50% زيادة عن الطبيعي. السؤال هنا بيقول لي augmented limb bleed بيقيس الالكتريك potential difference بين، نقرا الاختيارات، بين two limbs. اقول له غلط، ده bipolar limb bleeds. ده الكلام ده Eindhoven triangle، ده العادي هيطلع لي رسمة عادية مش متكبرة. one limb and a point of zero potential، نقطة سجل عندها في مواجهة الصفر، ده اسمه unipolar limb bleed وليس augmented. unipolar من V1 إلى V6 chest leads. C هي B، عشان كده هرفضها، active electrode and zero potential، فهقول لك غلط، هي unipolar. الأخيرة الصح، one limb and two other limbs. في النظري انا اثبتها لك. ليه احنا قلنا هسجل مثلا عند left arm minus average النقطتين التانيين، يعني right arm زائد left foot على 2، اثبتناها في فيديو النظري. طيب السؤال اللي بعده: normal axis of the heart. كلنا عارفين ان الهارت لما اجي ارسم الاكسس بتاعه بيبقى نقطتين، بداية ونهاية. اول نقطة هختارها هي نقطة مشتركة، تلاقي تلات عواميد انا منزلهم من منتصف كل ضلع في الاينتهوفن تريانجل. جيت عند كل ضلع، كل سايد، قسمته نصين ونزلت بيربنديكولر اهي بهذا المبدأ، في السايد ده والسايد ده والسايد ده، وتلاقوا النقاط الثلاثة في نقطة مشتركة. جيت بعد كده وشفت اتجاه الكهرباء في ليد 1، وبعد بالظبط 3 مليمتر من العمود الأول اللي أنا عملته، عملت أرو سهم، من راس السهم نزلت عمود. نفس الكلام عملته في lead 2، يعني انت تشوف البربنديكولر الاول امشي بعده 3 مليمتر. ده كلام Eindhoven، مهندس طبي عبقري. ولما عمل كده لقى ان في 3 عواميد جداد هيشتركوا في common terminal اخر، ووصل النقطة الاولى بالنقطة التانية او المشترك الاول بالتاني، وقال لي هو ده
الاكسس بتاعنا. الاكسس بتاعك لازم يعمل زاويه دايما مع الهوريزونتال. يعني القلب لما جينا رسمناه في فيديوهات النظري قلنا انا هعمل خط وهمي هوريزونتال يعدي على منتصف القلب على الويست اوف ذا هارت. يعني اهو ده الخط الافقي بتاعي، وادي هنا ايدي هتبقى نازله بميل، هو ده الاكسس، يعني هتبقى المنظر كده، ده المنظر بتاعي. طيب الاكسس بتاعك يتراوح ما بين نيجاتيف 30 الى زائد 100 او 110. فطالب يقول لي يا دكتور انت قلت داون تو ذا ليفت، في شويه انحراف في الاكسس مقبول ناحيه الشمال، يعني ممكن يعلى اب تو ذا ليفت سنه بس اخرك زاويه 30 لفوق. دايما فوق الهوريزونتال هنقول الزاويه بالسالب، وتحت الهوريزونتال لاين اللي معدي على الويست اوف ذا هارت اي زاويه تحت هتبقى بالموجب. فانت مسموح لك سلايد ديفيشن لفوق السنه شمال وما زلت طبيعي، ومسموح لك تزيد سنه ناحيه الرايت فنتريكل وما زلت طبيعي، يعني من نيجاتيف 30 الى زائد 110. طالب يقول لي طب امتى غير طبيعي؟ لو الزاويه لفوق ب 45 الانحراف اعلى. طب طالما اعلى بقت اب تو ذا ليفت تماما، انت عديت حدودك، بقيت ليفت اكسس ديفيشن. طيب لو انا اكتر من 110 120 مثلا، يبقى انت عديت حدودك داون تو ذا رايت، يبقى الاكسس اتشد يمين قوي، يبقى ده رايت اكسس ديفيشن. وعلشان كده حطيت سؤالين على الاكسس ديفيشن. نبتدي الاول بالرايت، السؤالين ليهم نفس الفكره، رايت اكسس ديفيشن، ايه اللي بيخلي الاكسس يتشد يمين؟ نشوف الاختيارات ونتناقش. ليفت باندل برانش بلوك، كلنا عارفين ان احنا عندنا حزمتين اهو، حزمه رايت وحزمه ليفت. طب الليفت دي لو حصل فيها سدد الامبلس تمشي ناحيه الرايت باندل، السكه دي سالكه، الرايت باندل يوصل الكهرباء الى رايت فنتريكل اولا. الطبيعي مش كده، ان الاثنين باندلز بيوصلوا الكهرباء في نفس الوقت الى الاثنين فنتريكلز، ده العادي عشان دايما نقول الجمله التقليديه both ventricles are depolarized together، ودي نقطه اساسيه لازم نكون عارفينها. تقول لي ماشي، هنا لا، هنا الرايت فنتريكل سبق الليفت فنتريكل، وبالتالي الاكسس يتحرك ناحيه الشمال، فدي اقول عليها غلط. اختيار التاني ليفت فنتريكولر هايبرتروفي، الليفت فنتريكل لما هيتخن ده معناها ان الامبلس هتواجه ريزيستنس عاليه جدا، يعني دي بولاريزيشن عشان يكمل في الليفت فنتريكولر وول سيتاخر تماما. هو في الطبيعي بيتاخر لان السيكنس اوف ذا ليفت فنتريكل قد سيكنس الرايت فنتريكل ثلاث مرات، عشان كده الاكسس بيتشد ناحيه الشمال داون اند تو ذا ليفت. المره دي ده احنا هنتاخر اكتر، عشان كده يبقى ابورد اند تو ذا ليفت. ده مهم جدا الكلام ده، برضه غلط لان العنوان رايت اكسس ديفيشن. طب نشوف اللي بعدها، اكتوبيك فوكس اون ذا وول اوف ليفت فنتريكل، لو في بؤره في الليفت فنتريكل اتكهربت اولا قبل الرايت فنتريكل، ده معناه ايه؟ ان الوول اوف ذا ليفت فنتريكل دي بولارايزد اولا، ولسه الوول اوف ذا رايت فنتريكل في حاله بولارايزيشن، يعني النيجاتيف على الوول اوف ذا ليفت
والبوزيتيف عند الول اوف ذا رايت ده مش طبيعي، يبقى الاتجاه من الليفت الى الرايت يبقى رايت اكسس ديفيشن، فسي الاجابه الصح. طب لو واحد قصير وتخين الاكسس ديفييتد تو ذا ليفت، وده فيسيولوجيكال طبيعي. السؤال الثاني هو عكس الاولاني بنفس الفكره. طب لو انا قلت ليفت اكسس ديفييشن، هتقول لي انت قايل ليفت فينتريكولار هايبرتروفي صح، شورت اند فاتي انديفيديوال صح. بص بقى على دي، اكتوبك فوكس اون ذا رايت فينتريكولار وول، الرايت فينتريكل دي بولارايزد الاول لان في الاكتوبك فوكس، والوول اوف ذا ليفت ما زال في حاله بولارايزيشن، فالكهرباء تتحرك من اليمين الى الشمال اب اند تو ذا ليفت، يبقى ده صح. طب رايت باندل برانش بلوك، اذا اتسد الرايت باندل برانش الكهرباء هتمشي بسهوله في السلك الشمال الليفت باندل برانش، ده معناه ان الوول اوف ذا ليفت فينتريكل هيبقى دي بولارايزد اولا قبل اليمين، فالكهرباء تتحرك من الشمال الى اليمين، يعني بي دي تمثل رايت اكسس ديفيشن، وهو دي الاجابه اللي انا عاوزها. قال لي اكسبت، عاوز الاجابه الغلط، يبقى الاجابه هتكون على طول بي. السؤال اللي بعده، choose the true statement about normal ECG. اس اي نودال ديبولاريزيشن از ريكوردد، اقول له غلط. في قاعده اساسيه قلتها لكم في فيديو النظري، اي سمول ماس ما بسجلش كهربته، زي الاس اي نود او الاي في نود ما بسجلش كهربته تماما، معروف. او اسجل كهربه السبتم، هو سمول ماسل ماس بس هنسجله، يبقى ايه خطا. طب اي في نودال كوندكشن از ريكوردد، ها ايه رايك يا ترى، اقول صح ولا اقول غلط؟ تقول لي بص كوندكشن يتسجل ليه، افكرك بالنظري، البي ويف تمثل اتريال دي بولاريزيشن، تقول لي ماشي، وبعد كده عندنا خط ثم كيو ار اس. طيب الكيو ده هو اول جزء في الفنتريكل تو بي دي بولارايزد، كهربه السبتم. من اول البي الى اول كيو هو نقل الكهرباء من الاتريوم الى الفنتريكل، فبسميها اي في كوندكشن عامه. طب فين النودل، فين النود في القصه؟ هو بين البنين، بين البي والكيو، الخط بي ار سيجمنت، هذا الخط يمثل اي في نودل كوندكشن. عشان كده لما اقول لك اي في نودل تقول لي ده جزء من الكل، اي في كوندكشن. قال لي ريكوردد، اقول له صح. هو السؤال ده بيتكلم بصفه عامه عشان الطالب يفكر الكلام ده فين. طيب اتريال ريبولاريزيشن از ريكوردد، تقول لي غلط، مش هسجل الاتريال ريبولاريزيشن، لان في قاعده تانيه قلناها في الاي سي جي، لو في كهربتين جم في نفس الوقت هتسجل الكهرباء الاقوى، يعني الاتريال ريبولاريزيشن هيجي في نفس وقت الكيو ار اس اللي هو فينتريكولار دي بولاريزيشن، ولذلك هسجل الكهرباء الاقوى كيو ار اس، هيعمل لها ماسكينج كانه حاجز حاجب عن تسجيلها، يبقى دي طبعا غلط. النورمال بي ويف، كلنا عارفين ان الويف عشان احسب مدتها من بدايتها الى نهايتها بالعرض، عد عدد المربعات الصغيرة من بداية إلى نهاية الويف،
وقلت لك في العملي كل مربع صغير بالعرض يمثل 4 من 100 0.04 سكند. وعرفنا جبنا الأربعة من مية ثانية إزاي؟ ارجع لفيديو النظري. لما جينا حسبنا البي ويف كمدة لقيناها مربع واحد أو اتنين بالكتير، يعني المدة 4 من 100 إلى 8 من 100 ثانية، 12 من 100 غلط. هو السؤال عايز الجملة الصح ترو تبقى ايه في نودل كوندكشن از ريكوردد. السؤال اللي بعده احنا جاوبناه، اتريال ريبولاريزيشن ليه ما بتتسجلش في العادي؟ طيب هتقولي الإجابة الصح هي سي، it occurs simultaneously. simultaneously يعني مع الventricular depolarization masked by QRS complex. دي الإجابة الصح. طب أنا عاوز أشوف الباقي غلط ليه. هل أنا ما سجلتش الاتريال repolarization علشان الليدز مش محطوطة في مكان to pick it up، يعني مش محطوطة في وضع ألقط وسجل كهرباء؟ إجابة خطأ. بي بقى، no repolarization of atria occurs normally. إزاي؟ الاتري عندها depolarization وrepolarization، عندها action potential كامل حصل بس انت ما سجلتوش، يبقى بي خطأ. دي it does not travel through body fluids. ازاي؟ اي كهربا بتتسجل لازم تعدي من خلال body fluids، ده لازم. حتى لما نيجي نقيس الاي سي جي بنحط جل على التشست عشان يبقى كوندكتور انقل من خلاله كهربا. ايه؟ it is too small to pick the up. طبعا اللي too small ده مش الاتريا اللي ري polarization، لا ده الـ SA node او الـ AV node. انا عايزك تركز معايا، انا بقول الـ AV node ما قلتش AV nodal conduction. دي حاجة والتانية حاجة تانية. نيجي للسؤال اللي بعده، septal depolarization. السبتال دي تمثل Q wave first part in ventricle to be depolarized. تعال نشوف الاختيارات دلوقتي. It is a positive wave normally. نرجع لأينتهوفن في قاعدة جديدة بيقول لنا الكهرباء بتتحرك داون اند تو ذا ليفت. قلنا له طب وبعدين يعني؟ قال أي كهرباء في القلب تتحرك ناحية الرايت هنعتبرها نيجاتيف ويف، هنرسمها تحت البيز لاين اللي هو الخط اللي بنعمل من خلاله رسم القلب، هرسمها لتحت. طب نيجي للسبتم. في النظري قلت لك السبتم ليه سيكنس، ليه سمك بالمنظر ده، شمال ويمين. الكهرباء كانت بتمشي في السبتم from left to right، يبقى ده عكس الاكسس اوف ذا هارت بتاعك يا اينتهوفن، هنسجلها لتحت. فبوزيتيف ويف خطا، ده negative wave. It is the last part to be depolarized. أقول لك غلط، هو ال first part. طب بالمناسبة مين آخر مكان to be depolarized في الventricle؟ تقول لي postro basal part of the left ventricle. تمام. It is represented in ECG by Q wave. يبقى الإجابة الصح هي C، واوعى تقول all of the above. السؤال ده علاقة الالكتريك بالميكانيكال، يعني يقول لك الكيو ويف دي كهربا precedes هتسبق one of the following phases. نفكر بالعقل، الكيو ده septal depolarization، اول ما يحصل هتقول ان ده بداية كيو ار اس كومبلكس، بداية الفنتريكولار دي polarization. طيب اذا حصل ventricular D يبقى وراه ventricular R polarization. تمام. يبقى اذا الاكشن بوتنشال هيكمل، بعد ما يكمل
يحصل سيستول. تقول انا معاك، يعني السيستول الميكانيكال لازم يسبقها الكيو. طب حلو، السيستول دي مين في دول؟ هتقول لي ايزو فوليومتريك كونتراكشن فيز، لازم الفنتريكل يبقى جواه بلاد كتير محبوس يخبط في الوول اولا، ثم نعمل له ايجكشن اندفاع ثانيا. يعني السيستول عبارة عن مرحلتين، لازم اخبط في الول وبقوة وافتح الاورتيك فالف، طبعا عند بريشر 80 مليمتر ميركري جوه الليفت فنتريك، يبقى يسبق مين؟ ايزو فوليومتريك كونتراكشن. طالب يقول لي طب ليه ما يسبقش الماكسيمم ايجكشن؟ مين حصل الاول؟ تقول لي ايزو فوليومتريك، الدم اتحوش جوه الليفت فنتريكل، الفوليوم ثابت لا بيزيد ولا بيقل وبيخبط في الوول، يبقى لازم يسبقوا الكيو ويف. فالاجابه الصح البي. اس ويف از كوزد باي، تعال افكرك، الاس ده هو اخر جزء من كيو ار اس كومبلكس اللي يمثل فينتريكولر دي بولاريزيشن. انا لسه قايل لك ان اخر جزء to be depolarized هو posterior basal، بمعنى كهرباء بتمشي في الوول of the left ventricle بتمشي عليه على posterior surface على السطح الخلفي، ما ينفعش الكهرباء تطلع لفوق للليفت اتريوم، ده ممنوع بالاتريو فينتريكولر رينج، بتمنع الاريترو جريد كوندكشن، ده ما ينفعش الكلام ده. فالكهرباء تعمل ايه؟ ترد لجوه عامله زي كره التنس، اخبطها في حيطه ترجع لك لجوه، هيبقى الاتجاه السهم بيشاور ناحيه الرايت فنتريكل. ايه ده؟ ناحيه الرايت. اينت هوفن لسه قايل لنا اي حاجه تتحرك ناحيه اليمين تتسجل نيجاتيف ويف، عشان كده الاس لتحت، وخلي بالك بتبقى نازله لتحت بعمق اكتر من نزله الكيو، يعني كيو دي اخرها مربع مربعين تحت البيز لاين، واحيانا في بعض رسومات الاي سي جي ما تقدرش تميز الكيو ويف قوي. يبقى الاجابه الصح البوسترو بيزال بارت اوف ليفت فنتريكل and pulmonary conus، يبقى دي هي B plus SC. السؤال اللي بعده، QRS complex it provides a useful index of ventricular action potential duration. نفكر يعني action potential، تقول لي depolarization plus repolarization، يعني QRS زائد ET، يعني المفروض QT interval، يبقى إذا غلط. QRS ده بيمثل جزء من الأكشن بوتنشال وليس كله، يبقى غلط. B voltage of QRS، ارتفاع الR يا ترى بيعلى في البيريكارديال effusion؟ تعال أفكرك بالنظر، البيريكارديوم هو الكيس اللي حوالين القلب اللي فيه ميه، الفلويد العادي ما بين الفيسرال والبارايتال لير. كلمه افيوجن تعني اديما، كيس ده مليان ميه، تخيل كيس مليان ميه وانت حاطط الكترود المفروض يسجل كهرباء جنبه، يا ترى الميه دي هتعمل لي ريزيستنس ولا لا؟ تقول لي اه، هتمنع تسجيل الفنتريكولر دي بولاريزيشن، انت عامل حيطة قوية جدا، مية عاملة لي مقاومة للتسجيل، يبقى ارتفاع الار هيبقى ايه؟ تقول يبقى شورت ار، الار هتقل مش هتزيد. على فكرة الار دي معتمدة على الصوديوم، على ان الصوديوم يكون عالي برة فيدخل، زي اي امبليتيود متعودين عليه عادة. نيجي لسي، الجملة سي جملة طويلة جدا،
طبعا اللي بيشوف الفيديو انا عاوزه يركز على الجملة دي ويبص على الاخر right ventricular hypertrophy. نبتدي من اول هنا ثم نشوف المطلوب ايه. لما الرايت فينتريكل يتخن ده معناه ان بقى فيه ريزيستنس اعلى في الكهرباء. طيب تقول لي ماشي، وهيشد اتجاه الكهرباء ناحيته، يبقى رايت اكسس ديفيشن. تقول لي انا معاك في دي، ايه علاقته باول سطرين في اختيار سي؟ دلوقتي احنا واحنا بنفرد رسم القلب 12 رسمه، ركزوا معايا. ادي اهي ايدي الشمال ليد 1، وهنا ايدي اليمين ليد 3. يعني الورقه بتبقى جايه بالعرض، واحد ناحيه شمالك، اتنين اهو ليد 3 ناحيه ايدك اليمين اهي، ثم مكمله بقى في 1 لفي 6 واي في ار اي في ال اي في اف. قالوا لنا زمان واحنا طلبه تعمل حاجة جميلة قوي، بص على ارتفاع الار في ليد 1 ناحية ايدك الشمال وليد 3 ناحية ايدك اليمين. لو لقيت الار ويف بوزيتيف يعني فوق البيز لاين في الناحيتين، ارفع ايديك الاثنين، ارفع ايدك الاثنين اهو، معناه ان في تعادل كهربي. طب لو رايت اكسس ديفيشن هرفع ايدي اليمين فقط، ايدي اليمين ده معناها ان الاكسس ديفييتد توردز ذا رايت. طيب لو انا رفعت ايدي الشمال بس يبقى الاكسس ديفييتد تو ذا ليفت. طريقه سهله جدا. نرجع بقى للمطلوب، قال لك ار ويف از ذا لارجست ديفليكشن ان ليد 1. ها تقول له ايه؟ طيب لو ليد 1 والار يعني ايه لارجست ديفليكشن؟ يعني معناها بوزيتيف، معناها ان انا وانا بسجل الكهرباء لا الكهرباء عاليه. طب بوزيتيف في ليد 1 ناحيه انهي ايد؟ هتقول لي ايد الشمال، فاول ما تقول الشمال يبقى ده ليفت اكسس ديفيشن. شفت؟ وتيجي تشوف ايه علاقتها بالرايت فينتريكولار هايبرتوفي تقول لي غلط، لان لو الرايت فينتريكل تضخم كان المفروض ان الار تبقى بوزيتيف في ليد 3 ناحيه ايدك اليمين وانت قاعد. افرد رسم القلب بالعرض، حط ايدك اليمين على ليد 3 وايدك الشمال على ليد 1. احنا جايين النهارده نتدرب على طريقه التفكير ماشيه ازاي. اخر اختيار هو الصح. نورمالي الكيو ويف ما بتعديش 2 ملي متر الليد 1 وليد 2. السؤال اللي بعده، ventricles are completely depolarized during. يعني ايه completely depolarized؟ لو حطيت الكترود على الرايت ventricle وواحد تاني على الليفت ventricle وجيت تقيس فرق الجهد او البوتنشال ديفرنس بينهما مش هتسجل حاجه. الجلفانومتر هيبقى هوريزونتال، وده هنلاقيه في الاس تي سيجمنت. اقول لك على طريقه مش هتتلخبط بيها. الكيو ار اس تمثل ايه؟ تقول لي فينتريكولار دي بولاريزيشن. طب والتي؟ فينتريكولار ري بولاريزيشن. طب قبل ما تي تحصل ما زال الفنتريكل في حالة دي بولاريزيشن تامة. خلي بالك امتى الاس تي تعلى؟ لو في وول دي بولاريزد نيجاتيف والوول التاني او الفنتريكل الاخر بولاريزد، بقى عندي بوتنشال ديفرنس فالمؤشر ينحرف فالاس تي تعلى معانا. طبعا بقية الاختيارات غلط، لان البي ار سيجمنت تعبر عن اي في نودال كوندكشن. طب التي بي انترفال، تعال نفكر، نهايه التي ده مهم جدا والبي داخله معايا، ده يمثل ايه؟ هتقول لي نهايه التي
معناه ان السيستول خلص. انت لسه قايل الكتريك سيستول معناها اكشن بوتنشال كامل، كيو تي انترفال. كلمة انترفال يعني ويف داخلة في الحساب. طب عند نهاية التي انتهى السيستول، طب القلب عايز يملأ من نهاية التي الى ما قبل الكيو الجديدة. ما الكيو دي لو حصلت اتسجلت ده بداية سيستول قادم، بداية الالكتريك سيستول. طب البي ليه داخلة معانا في الحساب؟ لان البي تمثل اتريال دي بولاريزيشن ثم اكشن بوتنشال كامل في الاتريوم. ده معناه ان الاتريوم ميكانيكال هيعمل سيستول، يبقى الفنتريكل هيملى منه، تبعا لفيديوهات الكاردياك سايكل اللي قلتها في القناه. فتي بي انترفال ده الكتريك دايستول. طيب الكيو تي انترفال قلنا لا. نيجي للجمله دي، اتريال ريبولاريزيشن والفنتريكل ريبولاريزيشن. في حاجه انا عايز اقولها اولا عن الفنتريكل. الفنتريكل في الدي بولاريزيشن في نقل الكهرباء بيبقى من جوه لبره، يعني من الاندو كارديوم الوول الداخلي للايبي كارديوم الوول الخارجي، من جوه لبره. طيب عايز ارجع ريبولاريزد. الريبولاريزد يعتمد في تسجيله على البلاد فلو. في النظر قلنا ان اليومن اوف ذا فنتريكل جواه ضغط عالي، هيضغط على الاندوكارديال فيسلز، سب اندوكارديال فيسلز اللي تحت الاندوكارديوم، يضغط عليها فيقلل الفلو. ده مؤقتا، ده مع السيستول. طب اما الايبي كارديال فيسلز اللي بره مفيش ضغط عليها اساسا، فالفلو يتحرك من الايبي الخارجي للاندو الداخلي. نلاحظ ايه؟ اتنين عكس بعض، دي بولاريزيشن من جوه لبره اندو تو ايبي، والري بولاريزيشن فروم ايبي تو اندو، بقينا عكس بعض في الاتجاه. ده بالاضافه ان احنا كمان عكس بعض في التشارجز. دي بولاريزيشن معناها اوتر سيرفيس عليه نيجاتيف تشارجز، والري بولاريزيشن معناها انه الاوتر سيرفيس عليه بوزيتيف تشارج. وعلمونا زمان في المدرسه طالما احنا عكس بعض في حاجتين، نفي النفي اثبات، او نيجاتيف النيجاتيف بوزيتيف. عشان كده فينتريكولار ريبولاريزيشن اللي هو تي في نفس اتجاه الار، الاثنين فوق البيزلاين اختلفوا في حاجتين. طيب امتى تي ويف تتقلب؟ لو اختلفنا في حاجه واحده وهي التشارجز، الدايركشن من جوه لبره دي بولاريزيشن، ومن جوه لبره في الري بولاريزيشن. وهنقول الكلام ده سببه في فيديو ام سي كيو الاريزمي. طيب اما الاتريوم قال لك لا انا دي بولاريزيشن او ري بولاريزيشن، انا من جوه لبره. قلنا له طب ليه انت ليه دايما على طول من الاندو للاي بي؟ قال ببساطه اليومن اوف اتريوم ما فيهوش ضغط عالي زي الفنتركل، انا ما عنديش الهاي بريشر، وبالتالي الفيسل سب اندوكارديال فيسلز اللي عندي كاتريوم مش متعرضه لهاي بريشر. نشوف بقى اتريال ريبولاريزيشن يبدا من الاندو، اقول له صح. فنتريكولار ريبولاريزيشن يبدا من جوه، تقول لي غلط. يبدا من الاي بي، يبقى بي غلط. السي فنتريكولار دي بولاريزيشن يبدا من الاندو كارديوم، تقول لي صح. يبقى انا هختار اي بلس السي. التي ويف، التي ويف هبتدي الاول ببي لان احنا شرحناها opposite direction to QRS، تقول لي خطأ، في نفس الاتجاه وشرحنا ليه. طيب
has higher amplitude. هل ارتفاع التي كموجة أعلى من كيو ار اس؟ تقول لي غلط. التي دايما أقل في الارتفاع. يبقى إيه خطأ؟ طيب أسألك في سي longer duration، وهنا بقى نقف ونفكر مين بياخد وقت أطول، الري بولاريزيشن ولا الدي بولاريزيشن؟ تقول لي طبعا اللي واخد وقت أطول الري بولاريزيشن، عملية جراديوال، أنا مستعجل على الدي بولاريزيشن، علشان كده longer duration هقول صح ياخد وقت أطول عن كيو آر إس. is not affected in ischemia، خطأ، لأن لو الإبيكارديوم وصل له فلو قليل من الكروناري، تمام، زي حالات الإسكيميا أو نقص الدم، الإبيكارديوم سيعاني تماما وهيتأخر تماما عن الإندوكارديوم. الإندو اتعرض لنقص فلو مؤقتا مع السيستول، حالة فيسيولوجيكال حصلت شوية وحتخلص. أما الإبيكارديال إسكيميا هتكون باثولوجيكال. طب إيه اللي يحصل؟ الإندو هيسبق الإيبي في الري بولاريزيشن، فيبقى من جوه لبر، والدي بولاريزيشن برضو من جوه لبر، بين نفس الاتجاه، ولكن اختلفنا فقط في التشارجز، اختلاف واحد الفرق هيبان. فالتي ويف هتبقى مقلوبة inverted in ischemia. انت بتقول لي not affected، لا تتأثر، هقول لك الاجابة غلط. الكلام ده هنقوله الفيديو القادم. نيجي للسؤال اللي بعده، الكتروكارديوجرام التي ويف سببها repolarization of Purkinje fibers، تقول لي غلط، هي repolarization of the ventricle. duration of QRS normally 2.1 ثانية، خطأ، normally أقل من 1.1 ثانية. مدة الـ PR interval normally 12/100 إلى 0.2 second، إجابة صحيحة. نيجي بقى لآخر اختيار وركز معايا، PR interval correspond يتزامن مع انتشار depolarization wave over the atria. هقول لك غلط، depolarization over the atria معناها P wave، ده جزء من ال PR interval، ده جزء PR interval ده من اول الاتريوم depolarization الى بداية ventricular depolarization. طيب normal ECG، كذا سؤال على الطبيعي، QRS complex اطول من ال P wave، ايه رأيك؟ تقول لي غلط، ان ال ventricular depolarization بيحصل في وقت سريع، يبقى دي خطأ. طب السؤال اللي بعده، أول جزء من البي ويف يا ترى سببه left atrial depolarization؟ طبعا الجملة دي غلط، بداية البي متقسم نصين، الجزء الأولاني النص الأولاني right atrial depolarization، البيس ميكر موجود في الرايت اتريوم، اما النص الثاني يمثل ليفت اتريال ديبولاريزيشن، هو في الجمله دي عكسها. خلي بالك النص الثاني من البي ويف يعتبر نيجاتيف بالنسبه للنص الاولاني. السؤال اللي بعده، ويفز ار بوزيتيف ان اي في اور، نفكر بعض، ايه يعني اوجمنتد وفي فولتج وار رايت ار؟ عايز اكبر تسجيل رسم القلب من عند رايت ار، ده معناه اكسبلورينج الكترود اللي بيكتشف الكهرباء عند الرايت،
الكهرباء نورمالي بتتحرك داون اند تو ذا ليفت. يعني تخيل احنا مش قصاد الكاميرا، احنا في ظهرها، فما نتسجلش بوزيتيف. كل رسم القلب نورمالي هيتسجل نيجاتيف، يبقى سي اختيار غلط. دي هو الاختيار الصح. بريكورديال ليدز، بريكورديوم هو اللي تشست ليدز، بتبص على القلب ان هوريزونتال بلين، سطح افقي، فروم ذا فرونت اند ذا ليفت سايد. الالكتريك سيستول قلناها، كيو تي انترفال ده خلاص. السؤال اللي بعده اي سي جي نورمالي انفيرتد مقلوبه اي في ار. طبعا بهذا الشكل اشكركم تماما، اكون وصلت معاكم الى نهايه هذا الفيديو نورمال اي سي جي. اتمنى تكون فيديو مفيد ان شاء الله. تابعوني في فيديوهات قادمه ازاي نفكر في حل اسئله MCQ. كان معاكم دكتور محمد فايز.